السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة جميلة بصوص الشوكولاتة. الكيكة دي طعمها لذيذ جدا وكل الاطفال بيحبوها والكبار، وكيكة سهلة جدا وبسيطة وبمكونات عندنا كلنا في البيت. المكونات موجودة في اي بيت، ان شاء الله هتبقى كويسة وسهلة جدا. وهنقول مع بعض دلوقتي المقادير. عندنا 1.5 كوباية دقيق، هنشيل منهم 2 معلقة، يعني 1.5 كوباية إلا 2 معلقة. عندنا 1 كوباية سكر، عندنا 1/2 كوباية كاكاو خام، وعندنا 2 معلقة نشا، وعندنا 2 معلقة خل، وعندنا 2 معلقة فانيليا، وعندنا هنا زيت، 1 كوباية زيت، و1 كوباية لبن، و3 بيضات، وطبعا عندنا باكو بيكنج باودر. انا بحب استخدم اللي هو كيك شيف، ده بيطلع الكيكة حلوة جدا وهشة ومنفوخة وجميلة جدا. دلوقتي هنعمل مع بعض الكيكة في الخلاط. هنجيب الخلاط وهنحط عليه السكر، وهنحط اللبن، واللبن يكون دافي، وهنخلطهم كويس جدا في الخلاط. ومعاهم رشة الفانيليا. دلوقتي هنحط الكاكاو بعد ما السكر داب كويس في اللبن، وهنخلطهم كويس جدا. بالشكل ده. دلوقتي بقى هنحط 1 كوباية الزيت، وانا حط عليها 2 معلقة سمنة. 2 معلقة السمنة دي بتديها طعم جميل ونتيجة هايلة. هناخد 1 كوباية من الخليط ده وهنحطها في التلاجة. ده اللي هو الصوص بتاع الشوكولاتة اللي هنحطه على الكيكة. دلوقتي هناخد الخليط اللي باقي، هنحط البيض ومعلقة الخل، وهنضربهم كويس جدا في الخلاط. بعد ما نضربهم هنحطهم في بول عندنا، وهنجيب المواد اللي هي الجافة. هنحط النشا مع الدقيق مع البيكنج باودر، وما تنسوش رشة الملح على الدقيق دايما. دلوقتي هنضيف الدقيق على الخليط اللي عندنا وهنضربهم بالمضرب بالشكل ده، ونكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 درجة. أول ما نبدأ في عمل الكيك نسخن الفرن، نفتح الفرن ونسخنه، وكمان نجيب صينية وندهنها بالسمنة ونبطنها بالدقيق. هنضرب الخليط كويس جدا. بالشكل ده. اول لما تعمل شريط كده يبقى كده الكيكة كويسة جدا. هنجيب الصينية مقاس 24 وهنحط فيها الخليط، تكون مدهونة زي ما اتفقنا ومبطنة بالدقيق. هنحط الكيكة بالشكل ده وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة نص ساعة او اكتر على حسب، يعني ما نفتحش عليها الفرن خالص عشان ما تفشش، يعني لو هي هتعلى ممكن لو فتحت الفرن تهبط تاني. الكيكة دلوقتي طلعناها، هنبردها، هنقلبها في صينية وهنبردها
انا هقسمها نصين، هنحط النص من جوه اي اللي هي الحشوة اللي هي الشوكولاتة اللي كانت عندنا، وممكن تحطي اي حشوة انتي حباها، ومن بره هنحط باقي الصوص بتاع الشوكولاتة، كل واحد بقى على حسب ما يحب. ممكن تحطي عليها كريم شانتيه كمان، تزوقيها بورد من كريم الشانتيه ده، ممكن تحطي جوز هند، ممكن تحطي فرماسيل، ممكن تحطي شوكولاتة بوبس، اي حاجة اللي يعني كل واحد وامكانياته. انا ما عنديش دلوقتي غير الحاجات دي اللي انا هحطها، فكل واحد على حسب امكانياته. وهي كمان لو كانت كده بالصوص بس طعمها تحفة، ممكن تحشيها كمان مربى، فواكه، اي حاجة. يعني انا بديكوا افكار وانتوا اللي انتوا عايزينه اعملوه. انا دلوقتي هدهنها كويس جدا كلها بالصوص، وهحط لها فرماسيل بالشكل ده. هي طعمها جميل جدا والاطفال بيحبوها جدا ومش مكلفة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد. وان شاء الله اشوفكم على خير في وصفة تانية بإذن الله. باي باي.